لمزيد من التفاصيل وتعليق حول الشأن الأمريكي ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من نيويورك الدكتور مهدي عفيفي المحلل السياسي. دكتور مهدي يرحب بك على إكسترا نيوز، وبرأيك لأين سوف تصل هذه لجنة التحقيق فيما تقول أنها مكالمة مسربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الذي يعني هناك اتهامات توجه إلى ترامب بأنه يستغل منصبه لدواعي أو لأغراض سياسية طبقا لما قال هذا التقرير؟ في الحقيقة تحقيقات الأسبوع الماضي والشهود الذي تقدم للجنة القضائية في الكونغرس الأمريكي أثبتت أن هناك على الأقل حدود فعلي لمسألة طلب خدمة مقابل شيء. هذه هي التهمة. بالطبع لابد توجيه النظر في التعامل مع اتهام الرئيس الأمريكي. المسألة ليست مسألة عادية مثل القضاء العادي، لأن أي وكيل نائب عام أو أي محامي لو نظر إلى هذه القضية كانت هناك يعني قضية تامة للرئيس الأمريكي. أما بالنسبة للدستور الأمريكي فقد حدد يعني طرق معينة لاتهام الرئيس الأمريكي، وما حدث في اختلافات من التوقيت من يوليو 25 يوليو أما بعدها، ثم مكالمة الرئيس دونالد ترامب إلى سفير الولايات المتحدة الأمريكية للاتحاد الأوروبي كانت الأخيرة في سبتمبر، كانت بيحاول بكل طريقة نفي التهمة عن نفسه، وقد قال أنا لا أريد شيء من الرئيس الأوكراني، أريده أن يعني يقوم بما هو واجب عليه. يتكهن كثير من المحققين أن عندما تم طرح هذه المسألة وتم يعني إعلان هذا سواء لوزارة العدل أو للكونغرس، تراجع الرئيس الأمريكي وحاول بطريقة أو بأخرى تغيير طريقته في التعامل. نعم، هل يسعى برأيك يا دكتور، هل يسعى الرئيس الأمريكي إلى نقل هذا التحقيق إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه طبعا الجمهوريون لإلغائه، وبالتالي ربما تجاوز ما يتعلق بالتحقيق الذي يفرضه مجلس النواب؟ لابد من الأخذ بالاعتبار أن مجرد اتهام الرئيس الأمريكي في الكونغرس هذه تعتبر سابقة، لأن الاتهامات للرؤساء السابقين لم تنتج عنها عزل، بل كان هناك استقالة أو إعفاء مثل ما حدث مع كلينتون. اتجاه الرئيس الأمريكي للدفع للسنة مجلس الشيوخ هو أن تأكدوا أنه لا يمكن توجيه التهم بهذا الوقت ليه، وقد قالها الحزب الجمهوري وراء الرئيس الأمريكي بجميع طوائفه، فلذلك لابد من 20 عضو من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ أن يوافقوا مع الديمقراطيين، وإلى الوقت إلى الآن لا يمكن وجود هذا العدد. لكن مجرد اتهام الإمبيتشمنت بمجرد الاتهام في الكونغرس تعتبر سابقة، وليست المسألة مسألة عزل، إنما هناك انتخابات قادمة في نوفمبر. وفي هذه النقطة تحديدا لأي مدى تؤثر هذه اللجنة وهذه هذا التحقيق المستمر في مجلس النواب الأمريكي من قبل هذه اللجنة على الانتخابات القادمة المزمع عقدها العام القادم؟ هو بدأ التأثير أصلا. هناك 70% آخر استطلاعات 70% من الشعب الأمريكي يرى أن ترامب أساء استخدام سلطاته. هذا العدد منذ شهور كان حوالي أقل من 40%، كونه يصل إلى 70% ده شكل يعني كبير. أعتقد أن تغيير الرأي العام هو ما يصبو إليه الديمقراطيين، لأنهم يعلمون جيدا أن في مجلس الشيوخ هيبقى من المستحيل عزل الرئيس ترامب. نعم، في شأن آخر وفي نقطة أخرى، رئيس بلدية نيويورك الأسبق مايكل بلومبيرج يعلن أنه سوف يترشح للرئاسة الأمريكية وينافس المرشحين الديمقراطيين الآخرين حول من ينافس الرئيس الحالي دونالد ترامب المرشح الجمهوري طبعا في الانتخابات القادمة. هل هناك من فرص لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة؟ في الحقيقة بلومبيرج من أقوى الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ومن أكثرها اعتدالا، يعتبر من الوسط في الديمقراطيين، وهو يميل في بعض آرائه لبعض الجمهوريين. الحزب الديمقراطي متنوع والحزب الجمهوري متنوع. بلومبرج للذكر هو
العمدة الوحيد في تاريخ نيويورك الذي تم تجديد يعني عموديته ثلاث مرات. الدستور يسمح بمرتين فقط، وإنما تم تجديد عموديته ثلاث مرات بما قام به. بلومبرج لا يأخذ عائد مقابل عمله من أفضل ما رأت الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى ذلك هل يمكن أن ينافس جو بايدن؟ أعتقد أنه ممكن أن ينافس جو بايدن. إنه بدأ أعتقد أن ما يحدث في الحزب الآن هو إعادة حسابات، لأن الهدف الأساسي هو الانتصار على الرئيس ترامب. فأعتقد أن دخول بلومبرج في هذا الوقت من يعني المميزات للحزب الديمقراطي، وأعتقد أن بعض الديمقراطيين الآن ممن هم في ضده سينضموا إليه، وسيتم إعادة هيكلة الحزب الديمقراطي أمام دونالد ترامب حتى يصل الحزب الديمقراطي لمن يستطيع أن يهزم دونالد ترامب. الدكتور مهدي عفيفي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. كنت معنا عبر خدمة سكايب من نيويورك.